ضمن الجولات الترشيدية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء، استضاف ديوان أحد المواطنين بمنطقة الصباحية ندوة الاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد وشهري، الذي أكد أن هناك تفاعلاً شعبياً واسعاً مع الحملة، وأن هناك طلبات كثيرة من المواطنين للتواجد في دواوينهم للحديث عنها. تواجدنا اليوم هذا من ضمن خطة إعلامية بالتعاون مع جميع المحافظين في جميع المحافظات. بالأسبوع اللي طاف كنا في ندوة في أحد الديوانيات في محافظة العاصمة، اليوم احنا متواجدين في محافظة الأحمدي، وإن شاء الله هذا النشاط مستمر. اللي ودي بس أشير إلى أن هناك حقيقة تفاعل شعبي مع هذه الحملة والديوانيات، نفتخر حقيقة بزيارتها، وهناك طلبات كثيرة بدت تتوارد إلى أن نتواجد في الدواوين، وهذا مؤشر طيب على أن هناك وعي وهناك رغبة من المواطنين في أنهم تكون هناك زيارات من قبل وزارة الكهرباء والماء والمختصين بنشر ثقافة الترشيد. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن حملاتنا اللي نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الترشيد بدأت تأخذ وضعها.